السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج الملعب. نتواصل معكم في هذا البرنامج الرياضي اللي يغطي جوانب عديدة من الرياضة في البحرين وخارجها. حلقتنا اليوم مخصصة لأبطال دوري ناصر بن حمد للجامعات، ولكن قبلها خلونا ناخذكم في جولة في أبرز الأخبار المحلية. ضمن منافسات النسخة الخامسة للأولمبياد المدرسي اختتمت منافسات سباق الكارتينج والذي أقيم على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتينج بمشاركة نحو 115 طالبا وطالبة مثلوا 17 مدرسة، وفرضت مدرسة ابن خلدون أفضليتها على سباق المرحلة الثانوية بتحقيقها 4 ميداليات ملونة، فيما بسطت مدرسة الرجاء سيطرتها على سباقات المرحلة الإعدادية بتحقيقها 6 ميداليات ملونة. وفي منافسات ألعاب القوى التي أقيمت على مدينة خليفة الرياضية شهدت المسابقات منافسة شديدة بين اللاعبين بمشاركة العديد من المدارس الحكومية والخاصة. منافسات بطولة كانو السنوية للغولف اختتمت على ملاعب النادي بالحنينية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 لاعباً، واستطاع اللاعب سالم خليف الظفر بكأس البطولة بعد أن حقق 73 ضربة، فيما جاء في المركز الثاني اللاعب علي حسن الحداد ب 74 ضربة. سعيد جدا اليوم نشارك في حفل تكريم الفائزي في بطولة عبد الرحمن كانو للغولف، وطبعا جرت العادة سنويا أن أهل الرفاع يعملون هالبطولة والنادي يتبناها، وإحنا الحقيقة هالبطولة يعني 26 وسعيدين باستمراريتها. الحقيقة العلاقات جدا حميمة مع أهل الرفاع ومع لعبة الغولف، يعني أنا خوالي في الرفاع وغيره عمتي كانوا يلعبون الغولف، فهو عامل كان موجود أن شلون حافظوا عليه بالإمكانيات البسيطة، لكن أنا أعتقد جلالة الملك لما دعم هذه النادي بشكل حبة للغولف أعطاه مساحة أكبر، وبدأت الآن البحرين تأخذ مراكز على مستوى المنطقة العربية ولنا إنجازات طيبة، وهذا النادي طبعا هو الرافد الأساسي لهالبطولات الصغيرة والكبيرة. طبعا أنا طبعا بلا شك أبارك للفائزين ونستمر دائما يعني على كانوا الله يرحمه الرحمن كان يحب كنا نحضر مع بعض بداياته، والآن الأخ سعود والمجلس كله يرون في هالبطولة للحميمية وخصوصيتها، لأن هذه الأشياء اللي تجمع الناس، وهذه البطولات لها دائما الصدى اللي تبني أجيال المستقبل، ما تقدر تحافظ على شيء إلا ما توفي روح الأخاء والمحبة والمودة. حرص إدارة النادي على الاهتمام بالكوادر الإدارية، نظم النادي الأهلي بالتعاون مع فريق أمل الصحي دورة الإسعافات الأولية لمشرفي وإداري الفرق الرياضية بالنادي، وقد حاضر فيها اختصاصي الإسعافات الأولية أحمد مرزوق، وذلك بمقر النادي بمنطقة المحوز.
منتخبنا الوطني لكرة الصالات حقق قفز كبير على مستوى التصنيف الدولي، إذ ارتفع 10 مراكز في التصنيف الذي أصدره الفيفا حديثا، ليحتل المركز 85 عالميا، وذلك بعد مشاركته التاريخية المميزة في نهائيات كأس آسيا الأخيرة. ويذكر أن منتخبنا الوطني يواصل استعداداته حاليا في بطولة الكويت الدولية الودية نهاية الشهر الحالي. في ثاني أيام منافسات بطولة الشارجة الدولية لألعاب القوى لذوي الإعاقة، حصلت اللاعبة ربا العمري على المركز الأول في مسابقة رمي الرمح بتحقيقها لمسافة 14.11 متر، وبهذا ارتفع رصيد اللاعبة إلى ميداليتين ملونتين، فيما حصل اللاعب الياس الياسي على المركز الثاني في الجري مسافة 200 متر، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في الوثب الطويل، ليختم مشاركته في هذه البطولة. دوري ناصر بن حمد للجامعات، فكر ورؤية راعي الرياضة والرياضيين بمملكتنا الغالية، وتنظيم رائع من وزارة شؤون الشباب والرياضة. خلونا نتابع التقرير اللي عدل لنا الزميل أحمد محمد. دوري ناصر بن حمد للجامعات بفكر ورؤية سموه، فهو رجل الجد من مألوف طباعه، راعي الرياضة والرياضيين وشباب مملكتنا الغالية. نحن اليوم نشهد ثمار أكبر البطولات التي تجمع شبابنا وشاباتنا في مجال واحد، وهي الرياضة أسلوب الحياة كما قال سموه. تنظيم أكثر من رائع من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة بقيادة ربان الشباب سعادة السيد هشام الجودر. جنود مجهولين سهروا وضحوا بالكثير لكي تخرج لنا هذه التحفة وهذا التجمع الأكثر من رائع، دورينا الجامعي. تقدم بالشكر حق سمو الشيخ ناصر أمامها الدوري اللي حقق حقيقة يعني إثراء وأضاف لي الحركة الشبابية والرياضية. أنت شفت اليوم النهائي، وقبله اليوم بعد كان نهائي البنات في كرة السلة، اللي يميز الحضور الكثيف والمشاركة الكبيرة 15 جامعة، بس فيها تفاعل، ما فقط مشاركة عادية، فيها تفاعل، فيها منافسة شريفة. أول ما سمو الشيخ ناصر أطلق المبادرة وكلفنا في وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجامعات، بدينا حقيقة الترتيبات. الشيء الجميل في الموضوع أن مبادرة سمو الشيخ ناصر لقت استجابة كبيرة من الجامعات، وكأنهم كانوا ينتظرون مثل هذه المبادرات، والبطولة حملت اسم سمو الشيخ ناصر، عززت من مكانتها، رغبت كثير من الجامعات والفرق بالمشاركة. يمكن احنا هذه السنة بدينا بمجموعة من الألعاب، لكن أتوقع أن السنة القادمة على ضوء المشاركة، على ضوء التعاون من الطلبة والإداريين وجميع منتسبي الجامعات عندنا في البحرين، النسخة القادمة إن شاء الله بتكون أكبر وأقوى وفيها ألعاب متعددة أكثر. بطولة جمعت الرجال والنساء وأوضحت للجميع بأن طاقات شباب البحرين لا حدود لها، فمتعة الرياضة بالروح الجماعية والأخوية والتي كانت حاضرة في كل الألعاب والأزمنة. We'll be right back.
للحديث بشكل أكبر عن هذا الدوري المميز. يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو نوار المطوع، نائب رئيس اللجنة المنظمة لدوري ناصر بن حمد للجامعات، وكذلك دكتور أسامة الجودر عميد شؤون الطلبة بجامعة البحرين. حياكم الله معنا. الله يحييك. طبعا في البداية نستغل الفرصة ونرحب بأبطال جميع البطولات في دوري ناصر بن حمد، حياكم الله معنا في الاستديو. طبعا نبدأ بالحديث الأستاذ نوار عن هذه البطولة، اعتبرها فكر ورؤية من راعي الرياضيين في البحرين، أخرجت لنا دوري مميز جدا. حدثنا عن النسخة الأولى من هذه البطولة. في البداية إذا تسمح لي أخوي محمد، أشكر قناة البحرين الرياضية على تخصيصها اليوم حلقة لأبطال دوري سمو الشيخ ناصر بن حمد للجامعات في نسخة الأولى، وإذا تسمح لي أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مبادرته المتميزة اللي جمعت جميع جامعات مملكة البحرين في بطولة تحمل اسم غالي علينا، اسم سمو الشيخ ناصر. هذه البطولة اللي نفذتها وزارة شؤون الشباب والرياضة في الفترة اللي طافت بمشاركة 15 جامعة حكومية وخاصة في مملكة البحرين، 15 جامعة يمثلون 34 فريق و500 لاعب ولاعبة، والحمد لله احنا وصلنا إلى ختام المباريات النهائية، ولكن انتظرنا إن شاء الله حفل ختامي مميز بحضور وتشريف سمو الشيخ ناصر إن شاء الله. طبعا دكتور أسامة، الجامعة الأكبر في البحرين، جامعة البحرين، أكيد دائما راح تكون تحط بالها أنها تفوز بكل الألعاب. شلون استقبلتوا خبر إقامة دوري ناصر بن حمد للجامعات واستعديتوا وعديتوا الفرق للمشاركة فيه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيضا بداية حياة نشكركم جزيل الشكر على استضافتكم لنا في هذا البرنامج، وأيضا نتشرف الحقيقة أن احنا نكون مشاركين في فعالية تحمل اسم سمو الشيخ ناصر بن حمد راعي الشباب وصاحب المبادرات الشبابية حياتنا المهمة. ونشكر أيضا الأخوة في وزارة الشباب والرياضة على هذه المبادرة حياتنا المهمة. بالنسبة لنا احنا في جامعة البحرين، يعني عندما تم التواصل معنا من قبل الأخوة المنظمين بلغنا عن هذه الفعالية، احنا استشعرنا بأهميتها لما ذكرت قبل شوي، ان هي اولا تحمل اسم يعني مميز وتدار من قبل وزارة الشباب والرياضة، واستشعرنا يعني ان هي متوفرة فيها عناصر النجاح والمشاركة لها فيها بتكون مشاركة قيمة. هذه من جهة واحدة. من جهة اخرى مثل ما تفضلت، يعني احنا كجامعة البحرين جامعة يعني رائدة كبيرة من حيث العدد ومن حيث الخبرة يعني التراكمية والتاريخ الرياضي اللي موجود في جامعة البحرين، واللي يعني يثبتها المشاركات الكثيرة لجامعة البحرين سواء المحلية أو الخارجية. فكانت عندنا كل الأسباب والمقومات إلا أن احنا نبادر بالمشاركة، وبالفعل كانت مشاركة جامعة البحرين في كل الألعاب التي يعني ضمتها هذه هذا الدوري الكبير. فعادة في مثل هاي المشاركات تقوم عليها عمارة شؤون الطلبة، بحكم أيضا عمارة شؤون الطلبة هي راعية للأنشطة الطلابية بشكل عام، كل أنواع الأنشطة الطلابية، والنشاط الرياضي هو جزء مهم من الأنشطة الطلابية اللي ترعاها جامعة البحرين أو عمارة شؤون الطلبة. ولكن في هذه الفعالية صار في تنسيق بيننا ايضا اكبر نظرا لاهميه هذه الفعاليه فيما بين عماره شؤون الطلبه وكليه التربيه الرياضيه. كليه التربيه الرياضيه ايضا هي كليه يعني متخصصه في الجانب الاكاديمي الرياضي يعني، ولها وكان لها ايضا مشاركات من بعد ما تاسست في الجامعه، وايضا حققت حقيقه يعني نجاحات في مجال المشاركات الرياضيه. فنسقنا فيما بيني وبينهم، هم اسسوا فريقين واحنا اسسنا فريقين، فريق المشاركات من جهه الطالبات كان، وهذا كان نتاج هذه المشاركه المميزه. نعم، وعماره شؤون الطلبه اهتمت بالشباب. وتشاركنا مشاركة احنا الحمد لله نفخر فيها. اكيد كانت مشاركتكم جدا مميزة في جامعة البحرين. نعم. طبعا راح نرجع نتكلم عن هذه المشاركات، نتكلم مع اخوي نوار عن الجهد اللي قمتوا فيه طول هالفترة الماضية، يعني من قبل لا يبدا الدوري الى فترة اقامة الدوري اللي كان على اكثر من صالة على اكثر محافظة في المملكة، يعني قمتم من مجهود كبير صدق، يعطيكم الف عافية. شنو شعوركم الحين وانتم تطلعون نتاج هذا المجهود على ارض الواقع؟ مثل ما تعرف اخوي محمد، يعني من اول ما وجه سمو الشيخ ناصر وزارة شؤون الشباب والرياضة بإقامة الدوري، وجه سعادة السيد هشام بن محمد الجودل وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة العليا للدوري
إدارة المراكز الشبابية بالإشراف على هذه النسخة الأولى. عقدنا اجتماعات تنسيقية متواصلة مع ممثلي الجامعات اللي كانت سر من أسرار نجاح هذه البطولة، يعني اهتمام الجامعات الـ15 وتواصلهم معنا وتسهيل أمور مشاركة الفرق سهل أمور كثيرة في بداية انطلاقة هذه البطولة. وإقامة حفل القرعة المميز في الجامعة العربية المفتوحة كان بداية نجاح هذه البطولة. بعدين وصلنا إلى المباريات وشفنا الحماس لدى جميع الطلبة والطالبات، أن الكل قاعد يفكر بالمركز الأول، الكل يفكر بالذهب فقط. هذه المباراة اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر، احنا افتكرنا التيشيرتات اللي لبسناهم إياها بس كترويج للمبادرة، ولكن لا، الكل فكر في المركز الأول. صح. والحمد لله كان يوم الختام عرس على مستوى البحرين من الصبح لفي الليل. بدينا في الصبح في نهائي كرة السلة في جامعة البحرين الطبية الإيرلندية. كان انتهينا من نهائي السلة، رحنا الظهر بوليتكنيك نهائي الطائرة. خلصنا من الطائرة رحنا صالة مدينة خليفة نهائي دوري الفتيات طالبات. بعد نهائي دوري الفتيات كان نهائي المميز اللي هو نهائي كرة القدم للطلاب، في المباراة اللي كل استمتع فيها، اللي أكيد. أنا أعتبرها اليوم مثل ما قالوا الإخوان إخواني الطلبة أن أحلى مباراة صالات كانت في البحرين. صح. مباراة AMA والأهلية. نعم. يمكن سؤال سريع حق الدكتور أسامة، أنتوا هذا النهائي الوحيد اللي غبتوا عنه، نهائي القدم للرجال. نعم. أكيد السنة الجاية راح تعدوا بشكل أقوى. بدون أدنى شك حقيقة. إحنا يعني فعلاً غبنا عن هاي النهائي، تأهلنا لثلاث نهائيات، أخذنا المركز الأول في بطولتين نهائيتين والمركز الثاني في الثالث، وتغيبنا عن كرة القدم. يعني شا أقول لك، إحنا كان طموحنا إن كل النهايات، لكن هذه يولد عندنا إصرار وطموح تحدي أكثر وتحدي للنسخة الثانية. نعم. ندخل الحين نتكلم عن منافسات هذه البطولة. المرأة البحرينية أثبتت قدرتها الهائلة على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها. بطلات كرة السلة والقدم في تقرير الزميل سعد حمادة. دوري ناصر بن حمد للجامعات أعطى للفتاة البحرينية حقها في الرياضة، وكان لها دوري خاص في لعبتي كرة القدم وكرة السلة الذي شهدت مبارياتها إثارة منقطعة النظير. منافسات كرة السلة كانت ممتعة بين كل الجامعات، فالتحدي كان واضحا منذ الجولة الأولى. جامعة البحرين وجامعة البحرين الطبية تواجدوا في النهائي الأول بطموح الفوز لحمل لقب البطولة. لاعبات الفريقين كنا على الموعد في اللقاء المنتظر، والخبرة رجحت كفة جامعة البحرين التي توج بالكأس الذهبية. المواجهة تتكرر من جديد، ولكن هذه المرة في نهائي كرة القدم، حيث شاهدنا متعة اللعبة بأقدام اللاعبات المتألقات، والندية كانت حاضرة حتى الدقائق الأخيرة التي خطفت من خلالها فتيات جامعة البحرين الطبية اللقب الأول بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. هذه البطولة أثبتت بأن فتياتنا موهوبات بالفطرة، وإننا على موعد مع المزيد من التميز والإبداع في النسخ القادمة. أعود لكم من جديد، وهالمرة مع أبطال وبطلات دوري ناصر بن حمد للجامعات في نسخة الأولى. نبدأ الحديث مع أبطال بطولة كرة السلة جامعة البحرين. مريم حسن، حياك الله أول شيء معنا. يعني أنت جيتي معنا في بداية مثل ما نقول دوري ناصر بن حمد للجامعات، وتكلمتي أن جامعة البحرين فريقها حاط عين على اللقب، وبالفعل يعني مثل ما قلنا يعني ما شاء الله فريقكم كان مرشح لللقب وقدر أنه يفوز بالبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكرك على الاستضافة، ومثل ما قلت احنا كنا حاطين عنا على اللقب، يعني عندنا الفريق اللي يقدر يحقق اللقب فليش لا. ولعباتنا على مستوى لعبات افرقه في الدوري البحريني، فاحنا ندري ان عندنا لعبات افضل من لعبات جامعات الثانيه بحكم ان احنا نلعب في دوري غير. فالحمد لله الله وفقنا في البطوله وخذنا الكاس بدون ولا خسارة، يعني هاي اللي كنا نطمح له ان احنا ناخذ الكاس بجدارة. بس يعني
وشلون كان مستوى البطولة بشكل عام؟ مستوى البطولة يعني احنا تمنينا ان المستوى يكون اقوى، بس انه حق اول مرة يعني شيء طيب. نتمنى ان البطولة تستمر ونتمنى ان الافرقة يتطورون وبعد فريقنا نفسه بعد يتطور اكثر. فيعني من ذي احنا نطور منتخب البحرين لكرة السلة، فشيء طيب ان احنا نتطور. توقعتي تحصلين هداف البطولة؟ والله ما ادري شو اقول لك. يعطيك العافيه. شكرا مريم. ننتقل الان الى كوثر عبد المجيد. كوثر، تواجدتي معنا الاسبوع الماضي وقلتي عيننا على البطوله، ما شاء الله حققتوا البطوله، قولوا فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. اخذنا البطوله الحمد لله، طبعا بجهود اللاعبين وجهود المدربين اللي كانوا ويانا الدكاتره، والحمد لله يعني اخذنا البطوله. كونش لعبه كره يد هاي شيء يساعد عشان تلعبين سله، في علاقه بين اللعبتين؟ ايه في علاقه، يعني ثلاثه نفس الشيء تقريبا، بس الجول يختلف، بس الجول بدل فوق رامي يصير. شنو الصعوبات اللي واجهتكم في هذه البطوله؟ ما كان في صعوبه يعني، بس كاخر فريق، فريق الايرلندية هو كان اصعب فريق ان احنا نواجهه، بس الحمد لله بعد فزنا عليهم. يعطيك العافيه كوثر. ننتقل الى ندى عبد الله، شقيقة اللاعب النجم بدر عبد الله. حياك الله اول شيء معانا في الاستديو. نقدر نقول اصعب فريق واجهته مثل ما قالت كوثر كان جامعه الايرلندية؟ جامعة الإيرلندية حتى في الدوري يعني لما نلعب وياهم يكون شوي تاف جيم، وياهم يلعبون تاف يعني أقوياء ما شاء الله، ويعني بس الحمد لله قدرنا يعني نغلبهم وحققنا البطولة. ما شاء الله النتائج كانت وايد كبيرة، كنت في الأدوار الأولى، يعني مثل ما أقول يمكن الصعوبة الوحيدة اللي واجهتكم في هذه المباراة، الأدوار اللي قبل كانت مثل ما أقول تصفيات بالنسبة لكم ما شاء الله. إيه مثل ما قالت مريم إن عندنا لاعبات إن يلعبون في الدوري البحريني، و يعني نقدر ان ننافس ويا الافرقه الثانيه بشكل احسن، والايرلندية بعد عندهم لاعبات ان ننافسوا في الدوري البحريني بعد، و يعني من كذي كان في احتكاك وكان شيء شوي صعب. حصلتي هداف 3 بوينت في البطوله، ساعدك اخوك بدر كان يوجه لك نصايح يدربك في هذا المجال؟ هو اخوي، هو طبعا هو يشجعني ويساندني في كره السله، وهو يمكن يعني أساس السبب إن أنا ليش أحب كرة السلة وليش أحب ألعب كرة السلة. وطبعاً كل ما أنا أشوفه هو يصير أحسن أنا أحاول أصير أكيد أحسن. يعطيك ألف عافية ندى. ننتقل الآن إلى مريم رياض، لاعبة كرة يد كذلك. حياك الله أول شيء معانا وألف مبروك. شلون كانت منافسات بطولة كرة السلة؟ الله يحييك. والله المنافسة ما كانت سهلة صراحة، كل الأفرقة كانوا أقوياء، ما حد كان سهل، بس الإيرلندية هم كانوا أصعب ناس يعني بحكم أن لاعباتهم يعرفون يلعبون. بس نتمنى نفس ما قالت مريم أن الأفرقة البقاية يتطورون عشان المنافسة تكون أقوى، ونتمنى أن الجامعات أكثر الدش يعني وتشارك ويانا. بس ما شاء الله كنتوا فارقين في المستوى عن باقي الفرق. الحمد لله بسبة البنات يعني وأدائهم. أنت بعد لعبة كرة يد صح؟ إي صح. ساعدت هالشيء أنك كنت لعبة كرة يد تميزتي في كرة السلة؟ ولا ما له علاقة الموضوع؟ والله انا احس شوي ما له علاقه يعني. لا في، لا في الدربل شوي في التحرك غير كوره بس يعني. بس باقي الاشياء كلش يعني اختلاف وايد كبير. من الحين بتعدون حق البطوله الجايه فريق جامعه البحرين؟ اي ان شاء الله. موفقين، يعطيكم الف عافيه. ننتقل الان الى بطلات كره القدم جامعه البحرين الطبيه، ساره الشابي حياك الله اول شيء معانا. شلون استعديتوا هالبطوله؟ يمكن كان الوقت ضيق من حيث الاستعداد، انه ما كان عندكم وقت كافي ان تلعبون مباريات تمارين مع بعض، شلون انتم عديتوا في الجامعه؟ الله يحييك، مشكور على استضافتنا. والله يعني استانسنا مثل ما قلنا يعني حاولنا ندرب، بس انه من رغم ان كنا طالبات طب ولعنا يعني بعد يدرسون تمريض يعني شوي كان صعب ان نحضر كل التدريبات، بس انه حاولنا وما قصروا يعني المدرب ويانا والجامعه والطالبات يعني الحمد لله. يعني انتم ما شاء الله مثل ما نعرف من اصعب الدراسات واللي تحتاج لوقت طويل تاخذ منكم في التحضير وكذلك في التواجد في الجامعه، شلون نسقتوا بين محاضراتكم وبين التمارين؟ يعني مثل ما قلنا حاولنا يعني نشارك ونحضر كل التدريبات، بس انه يعني اللي ما حضرناهم البنات الثانيين حضروا، فيعني مثل ما قلنا حاولنا يعني نحط يعني مثل ما قلنا حاطين عيننا على الذهب، ف الحمد لله حققناه. تستاهلون ذهب، يعطيك الف عافيه ساره. ننتقل الان الى نزهه فرج. نزهه تواجدت معنا ايضا الاسبوع الماضي وقالت ان شاء الله عيننا على البطوله ويبتوا البطوله، شلون كانت المباراه النهائيه؟ اول شيء مشكور على الاستضافه، ثاني شيء بغيت اشكر الجامعه عامه وبالذات استاذ احمد موسوي، ما قصر معنا وهو كان دعم اساسي حقنا حق الفوز، والمدرب ماتو اليت ما قصروا معنا. احنا مثل ما قالت ساره لان احنا طلبه طب
فعادة لما يكون عندنا تدريب مو كلنا نقدر نروح التدريب لأن كلنا من دفعة غير وسنة غير فحسب الامتحانات اللي عندنا، بس الحمد لله قدرنا نكون فريق ووصلنا حق اللي نبي. يمكن اللي شفناه في التقرير انه كان في صدمة يعني يوم حققتوا البطولة، ما كنتم متوقعين تحققون اللقب؟ صراحة لا لا ما كنا متوقعين، كنا نبي نحقق اللقب، بس احنا شفنا يو او بي يلعبون وكذا فيديو بانستغرام كنا نشوفه وصراحة كانوا مخرعيننا، بس لما وصلنا عند المباراة لا انصدمنا اكيد بالفوز، بس الحمد لله. يعطيك الف عافية نزهة. ننتقل الان الى نور ايوب، حياك الله اول شيء معانا. شفنا كان حضور مميز في المباراة النهائية، يمكن جماهير كانت حاضر وتشجعكم في الملعب، هذا الشيء شكل لكم دافع انتم كلاعبين؟ شكرا على الاستضافة اول شيء. نحن ما كان عندنا جماهير كثير قد جامعة البحرين، بس حاولنا انه نخلي الجماهير اللي معنا انها هي تساعدنا وتأزرنا بس لما الجمهور يكون يشجع الفريق الثاني بعد يشكل لك حافز شوي يعني نتحدين الفريق والجمهور اللي ضده. حاولنا يعني انه نقدر نعطي مباراة ممتعة للجمهور وللي بحضرونا للفريقنا وفريقهم والكل. شنو أبرز الصعوبات اللي واجهتكم في البطولة ككل؟ آخر مباراة أبرز صعوبة والتنظيم وكل شيء، الأمور كانت مميزة بالنسبة لكم، ما شفتوا أي صعوبات المباريات اللي قبل من حيث البطولة بشكل عام؟ لا كل شيء كان متوفر لنا، وزي ما حكت أحمد المساوي كتير ساعدنا وخلى البطولة كلها تكون سهلة علينا، وفر لنا كل شيء بدنا إياه عشان نقدر نحقق الذهب. يعطيك ألف عافية نور، شكرا لك. ننتقل الآن إلى مريم محمد، أفضل لاعبة في البطولة. ما شاء الله عليك طبعا حققتوا اللقب وانت كنتي افضل لاعبه في البطوله، هذا الشيء ساهم في تتويجكم باللقب؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر الشيخ ناصر على هالدوري الحلو. قدرنا نحقق الدوري بسبب جهود اللاعبين، ما قصروا ويانا والمدرب حمد العجمي وساعدنا وايد، وبس شفنا شلون جامعه البحرين يلعبون وسوينا تاكتكس يعني على ذاك. رايك في مستوى البطوله بشكل عام؟ والله بطولة وايد حلوة، والجامعات يعني وايد مستواهم أحس تغير ولعبوا يعني وايد زين. وشلون تشوفين أهمية وجود منافسات رياضية تجمعكم أنتم كجامعات بحرينية؟ بعيد عن الجانب الأكاديمي، بعيد عن الدراسة شوي، تكسر الروتين. وايد وايد مهم لأن احنا نغير جو من الدراسة، يعني كل دراسة فزين أن نغير جو ونتعرف على طالبات يعني من الجامعات الثانية. يعطيك ألف عافية مريم محمد، شكرا لك على تواجدك معنا. راح نرجع لكم اللاعبين، لكن الآن ننتقل لموضوع آخر. مشاهدينا جماهير كبيرة تواجدت وحضرت المباراة النهائية كلها، خلونا نشوف آراء الجمهور في تقرير الزميل أحمد محمد. شيء جميل إنه يكون في يعني احتكاك عند اللاعبين ومسابقة تكون بعد مثل ما قلت مدرب منتخب الصالات يقدر يشوف اللاعبين من ذي البطولة ويختارهم، لكن الأهم من ذلك هو اللمة ذي وتجميع الشباب في مكان ذي. هذه مغربة على سمو الشيخ ناصر دعم هذه البطولات وهذه الأفكار، وإن شاء الله هذه كلها تصب يعني في خدمة الكرة البحرينية. طبعاً أول شيء أشكر سمو الشيخ ناصر على المبادرة هذه في البطولة الأولى في الجامعات، بصراحة يعني طلعت فيها مواهب وفي لاعبين وتابعنا لهم كم من مباراة، بس مع الأسف يعني كذا لاعب اخترنا أن يكونون من ضمن أو حطنا على ما يقولون العين عليهم أكثرية أن يلعبون في أنديتهم، بس في مواهب وفي جمهور وفي لاعبين حق الصلاة، ونتمنى أن هالبطولة تستمر ونتمنى أن نكتشف بعد مواهب، بس إن شاء الله تكون بعد على أعمار معين، يعني نتمنى نشوف تحت 20 سنة نفس البطولة. هي إعداد ومن إعداد حق المنتخب بعد إن إحنا نشوف يكون عندنا فئات أصغر من الكبار. صراحة دوري وايد ممتاز، أول شيء يشجع الطالبات والطلبة على أنهم يلعبون أو يمارسون الرياضة، خصوصاً الجامعات الخاصة يمكن ما عندهم تربية رياضية غير جامعة البحرين. وصراحة للأسف إني تخرجت توني السنة اللي راحت، كان بكون وايد مستانسة إني أشارك، وكنت أتمنى من زمان إنه يكون في دوري حق الطلبة والطالبات. نشكر سمو الشيخ ناصر على هاي الدوري ويجمع لنا البنات والشباب في مكان واحد، وإن شاء الله يستمر يعني السنوات الجاية ومننا الأفضل إن شاء الله. بما إن أنا من المنظمين وكنت يعني طول الدوري إنه يعني موجودة، كان منافسة وايد قوية،
انزين، وكان روح التعاون بين الجامعات موجود، يعني حتى وهم يتنافسون كان في روح تعاون انزين. ويعني اخر مباراه كانت حدها قويه، ونبارك حق الجامعه الاهليه. دوري الشيخ ناصر كان دوري جدا جميل، جمع الشباب والبنات مع بعض في مكان واحد وهو الرياضه، وان شاء الله يستمر وما ينقطع. والله دوره ممتازه الصراحه، وان شاء الله تتطور الى الافضل، وشيء ممتاز. يعني احنا كنا نفتقد الى هاي البطولات صراحه. حلو ممتاز، يلم الطلبه يخليهم يتعرفون على بعض اكثر وينافسون بعض ويطلعون من جو الدراسه. عودة مرة ثانية لضيوفنا في الاستديو أستاذ نوار المطاوع. يمكن كنا نتكلم عن هذا الدوري، سمعنا إشادات كبيرة من الطلاب بهذا الدوري وبتنظيمه، ولكن أنتم في اللجنة المنظمة أكيد واجهتوا تحديات وصعوبات كثيرة يمكن تخفى على الصورة النهائية اللي طلعت للطلاب والجماهير اللي تواجدت. شنو أبرز الصعوبات اللي واجهتكم؟ الحمد لله يعني كانت الإشادة من الجميع موجودة، بس إحنا كوزارة لا بنقيم شغلنا. أول ما ننتهي من حفل الختام إن شاء الله بيكون هناك اجتماع تنسيقي مع ممثلين الجامعات لمراجعة شنو إيجابيات والسلبيات الموجودة في هذه البطولة، وبنبدأ حسب توجيه سعادة الوزير لي اليوم أن احنا بنبدأ من الشهر القادم الترتيب للنسخة القادمة من بطولة سمو الشيخ ناصر، بعقد اجتماعات متواصلة مع الجامعات عشان نطلع بصورة. متى راح تكون النسخة القادمة؟ النسخة القادمة بداية السنة الجاية إن شاء الله، بداية 2019. بس بنشتغل من ان شاء الله من ابريل لديسمبر في اجتماعات متواصله مع الجامعات، نسمع الافكار، نسمع المقترحات حق تطوير النسخه الحاليه، وان شاء الله نطلع بمجموعه كبيره من الالعاب، بنطلع ان شاء الله بمجموعه كبيره من الفرق تشارك في النسخه الثانيه، وان شاء الله تكون نسخه متميزه افضل من النسخه الحاليه. احنا ما نحب الكلام الدبلوماسي، نبي امور حصريه. شنو الالعاب اللي راح تكون متواجده في السنه الجايه؟ بندخل كره اليد وبندخل الالعاب الفرديه. العاب فردية راح تكون نظام الأولمبياد يعني. اي نعم الله يسلمك. يعطيك العافية، موفقين إن شاء الله. دكتور أسامة، يمكن جامعة البحرين دائما في هذه المبادرات تكون مو بس مشاركة، مطورة أيضا. من حيث مشاركتكم هذه شلون شفتوا الأمور السلبية والأمور الإيجابية اللي في البطولة؟ والله يا أخي العزيز، هي يعني الأمور الإيجابية خلينا نبدأ فيها، هي بالحقيقة يعني أتاحت فرصة للجامعات المملكة للتلاقي للطلبة، وهذه يعني واحدة من الأهداف حقيقة الأنشطة عموما. وهذه أول يعني أول بطولة رياضية تجمع جامعات المملكة مع بعضهم بعض، وليس في لعبة واحدة إنما في ألعاب كثيرة. ومن نتاجها كان أن فعلا تحققت الأهداف، أن طلبتنا احتكوا بطلبة الجامعات الأخرى. نعم. وصار في بينهم معرفة وصار في تواصل إلى الدرجة أنهم الآن يفكرون أن يسوون أنشطة مشتركة في بينهم روحهم. نعم. على ضوء هذه اللقاء التظاهرة الجميلة اللي صارت العائلة. مهم للطلبة كسر الجمود الأكاديمي؟ جدا، أكيد أكيد مهم، وهذه واحدة من أهداف العمل الطلابي الأنشطة عموما، أن احنا نوفر لهم جو يعني يعملون فيه ويكتسبون فيه المعارف، عمل في خارج الصف. لذلك احنا نسمي الأنشطة الطلابية العمل اللاصفي، يعني وهو عمل مكمل يعني للتحصيل العلمي اللي بيحصله في الطالب في الصف، ويساهم في بناء شخصية الطالب يعني. والنشاط الرياضي هو جزء مهم كبير من العمل الطلابي اللي احنا نعزز فيه روح طلبتنا. فهذه الفعالية من الفعاليات حقيقة الكبيرة والمهمة اللي دعمت النشاط عندنا احنا. و يعني مقومات حقيقة النجاح فيها ومؤشرات النجاح كثيرة، مثل ما شفنا احنا، يعني كون هي تكون النسخة الأولى وتحقق هذا النجاح، مثل ما تفضل عبد الله قبل شويه ان هي مشاركه 15 جامعه و34 فريق والتنافسيه الكبيره اللي شفناها، هذه يعني مؤشر ان النسخ القادمه بتكون فيها تالق اكثر واكثر، وهذا هو مطلب كبير لنا جميعا يعني. احنا نتطلع عليها وداخلين بثقل، وعندنا ثقة كبيرة ان بنكون ان شاء الله يعني الجامعة الرائدة في هذا المجال ان شاء الله. انتظروا دائما الجامعة الرائدة في البحرين. يعطيك الف عافية دكتور. ننتقل الان الى منافسات الطلاب، منافسات حماسية في لعبتي الكرة الطائرة والقدم للرجال، شاهدناها في كل ايام دوري ناصر بن حمد للجامعات.
تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عبد العزيز الأخضير. شباب مملكتنا الغالية لديهم قدرة هائلة على التميز في شتى الرياضات، فبزوغ دوري ناصر بن حمد للجامعات كان الهدف لإثبات ذلك. طائرة جامعة البحرين ظلت محلقة في سماء التألق منذ انطلاق البطولة، ولم تهبط إلا على منصة التتويج عندما انتصرت على حساب جامعة بوليتكنيك البحرين بشوطين نظيفين في المحطة الأخيرة من البطولة، لتؤكد سيطرتها على ألعاب الصالات على مستوى الشباب والفتيات. أما فريق الجامعة الأهلية لم يرضى أن يتنازل عن لقب كرة القدم في نسخته الأولى، حيث انتفض في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر النهائي وقلب الطاولة على جامعة AMA ليتفوق بهدفين مقابل هدف، ويهدي هذا الفوز إلى فقيد الجامعة الشاب الراحل حسن الحريري. المواهب كانت حاضرة بقوة في هذه النسخة، وشباب الجامعات بانتظار النسخ المقبلة لإبراز قدراتهم وإظهار مواهبهم في الملاعب الرياضية المختلفة. عودة من جديد لأبطال دوري ناصر بن حمد للجامعات، هالمرة مع الأبطال الطلاب جامعة البحرين أبطال كرة الطائرة. عيسى الكعبي حياك الله معانا، كنت متواجد أيضا الأسبوع الماضي معانا وقلت لنا أن جامعة البحرين مستعدة بشكل جيد لهذه البطولة، شنو سر هالتميز اللي طلعتوا عليه؟ الله يحييك وشكرا على الاستضافة. في البداية يعني سر التميز تقريبا الفريق اللي كنا نلعب فيه 90% من الطلاب اللي كانوا يلعبون، لعبنا في الفئات السنية لمنتخب البحرين كرة الطائرة، استمرينا لمدة سنتين على 3 بطولات، فما ظن يعني بعدنا فالمستوى تعودين عليه من معد من ضاربين، فهذه صارت التميز اللي ميز فريقنا عن بقية الأفرقة. فكنتوا تعرفون بعض من قبل بس كنتوا تلعبون في الفترة الماضية حتى من قبل تكونون هاي الفريق؟ ما كنا نلعب، كنا نلعب ضد بعض بس ما كنا نلعب ويا بعض، أنا بخصوص أن كل واحد في نادي، بس وايد ساعدنا ان التجمع في المنتخب في هذا الشيء، خصوصا بعد التجمع في الجامعه كنا نعد لبطوله كانت للجامعات في الكويت، لكن الظروف ما سمحت لنا ان نروح، وفتره بسيطه صارت بطوله الشيخ ناصر واللي تميزنا فيها. يعطيك الف عافيه عيسى. طبعا ننتقل الان الى محمد عبد الله. محمد، يعني انك تحقق بطوله الطائره بدون ان تخسر ولا شوط في البطوله ما شاء الله شيء مميز جدا. الله يحييك أخوي محمد، أول شيء شاكر لك الاستضافة. أول شيء ناس ما قال أخوي عيسى، 90% من اللاعبين الفريق الجامعة كلهم من المنتخب وكلهم يلعبون في نوادي برا، فما ظنيتي يعني في أحد يغلبنا في دوري الشيخ ناصر، فالحمد لله يعني حققنا البطولة ويبنى الذهب. فكان موضوع انكم تكونون الفريق شيء سهل يعني بالنسبه لكم، لكن عديتوا في البطوله اللي او في الفتره اللي قبل البطوله؟ اي نعم عدينا، لان كان ناس ما قال اخوي عيسى كنا نعد حق الدوره اللي كانت في الكويت، كنا نعد حق الدوره اللي كانت في الكويت وعديناهم مره واحده، يعني ما ادري ايش صار انه ليش الغوا البطوله ذي، وقفنا فتره وردينا مره ثانيه دوره الشيخ ناصر، الحمد لله عدينا روحنا عادل حققنا البطولة الحمد لله. يعطيك الف عافية محمد. ننتقل الآن إلى أحمد محمد. طبعا في البداية أنتوا شلون توازنون بين محاضراتكم وبين إعدادكم وتمارينكم ومبارياتكم أيضا في البطولة؟ طبعا هاي الشيء يعني ما كان سبب لنا صعوبة، لأن يعني اللي ويانا من الإدارة وذي كانوا متساعدين ويانا من ناحية المحاضرات ومن ناحية أن ننزل تمارين وكذي، فكنا يعني وقت محاضرة إنه ما نقدر ننزل تمرين، وإذا حصلنا فتح حق تمرين ننزل تمرين ونلعب.
من غير مجاملة حق الدكتور أسامة الجودر، شنو الدعم اللي حصلتوه من عمادة شؤون الطلبة ومن جامعة البحرين؟ من والله كفاية يعني كان وجودهم بس إنه في المباراة كانوا ويون، هاي كفاية كان حافز لنا وإن إحنا كنا نهديهم الفوز يعني هاي كفاية كان. أحمد الحين مثل ما سمعت إن أنتم أغلبكم لاعبين منتخب البحرين، فلو طلع قرار السنة الجاية إن لاعبين المنتخب ما يشاركون في دوري الجامعة. والله أتوقع بيطلع قرار يعني حق. عندك الكلام عبد الله. خلاص يعني بس الحمد لله البطوله اللي جاي يقول عندكم بعد من الحين موفقين. يعطيك العافيه احمد محمد. ننتقل الى افضل ضارب في البطوله مجيد محمد، حياك الله اول شيء معانا. شلون شفت البطوله بشكل عام؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على حسن الاستضافه. بدايه اشكر سمو الشيخ ناصر على هالمبادره. يعني بطوله كاول مره صراحه زينه، يعني كان في فريقين ينافسون شوي اللي هو نص نهائي والنهائي، يعني المستوى كان فارق عن كل البطوله عن كل الفرق المشاركه معاكم. يعني نقدر نقول كنتوا في تدريب يعني مثل ما قلت. تقدر تقول انت كونك لاعب في نادي ولاعب ايضا في هذه البطوله فريق جامعه البحرين، هذا الشيء يعني مثل ما قلت ما شكلك تعرض بين تدريبك هني وبين. والله مبلا في نص نهائي شكل عائق، بس ان النادي يعني وفروا لي ان اقدر اروح بس الحمد لله. جاهزين حق دار سليب بإذن الله. موفقين، يعطيك العافية. مجيد محمد، ننتقل الآن إلى فريق الجامعة الأهلية أبطال كرة القدم. يوسف العسومي أفضل حارس في البطولة، الكل يعرف أن الحارس له دور كبير في الفريق، ما شاء الله عليك كنت أفضل حارس وكنت عامل مساهم في تحقيق فريقك لهذا اللقب، كلمنا بشكل أكبر عن هذا المشاركة. أول شيء مشكورين على الاستضافة، ويعني الصراحة الدفاع ما قصروا، يعني يمكن شالوا الكور أكثر من اللي أنا صديتهم، والحمد لله يعني 4 جول في 6 مباريات هاي شيء زين الحمد لله. تألق الدفاع يخليك مثل ما نقول تتألق أكثر بعد. ترتاح صح. شلون شفت منافسات الفرق الثانية أيضا معاكم؟ يعني كانوا زينين بس الصراحة بس يميل اللي يعني شكلوا خضور علينا. اللي في المباراة النهائية. إيه. بس شنو شعورك وأنتم متأخرين بالنتيجة 1-0 آخر 5 دقائق؟ يعني خلاص حسيتوا أن البطولة بتروح منكم؟ يعني بس الحمد لله بعزيمة الشباب. فزنا. يعطيك العافية. طبعاً ننتقل الآن إلى محمود كابتن الفريق. محمود شلون قدرتوا تشكلون هالفريق؟ طبعاً مثل ما نعرف إن في الجامعة يمكن تعرفون إن اللي يلعبون كرة يعرفون بعض في العادة، لكن إنك تشكل فريق وتنافس فيه وتجيب البطولة كان مسؤولية كبيرة عليكم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة الحلوة. إحنا فريقنا 4 سنين قاعد نلعب ويا بعض، مو متونا أول سنة. في هالأربع سنين يمكن حققنا تقريبا 7 بطولات ويا بعض، بطولات جامعات يعني. واحنا داشين هالبطوله قلنا لهم ونصنا يعني هني هاي اخر كورس لنا في الجامعه، فقلنا هاي نبي نهدي الجامعه شيء قبل ما نطلع. والحمد لله قدرنا نهديهم هالبطوله واقوى بطوله بعد بطوله شيخ. يعني الموسم الجاي الفريق راح يتغير، في طلاب بيتخرجون افهم منك. والله احنا كلنا كنا مستعجلين على التخرج، بس عقب هالبطوله اخرتوا تخرجكم عشان شرط نبي نواصل الجامعه يعني. يعطيك العافيه محمود. ننتقل الان لدعي خليفه هداف البطوله برصيد 10 اهداف. طبعا الف مبروك في البدايه لقب البطوله ومبروك كاس الهداف. شلون كانت المشاركه وهذه بشكل عام؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت اشكركم على الاستضافه. المنافسة كانت قوية طول البطولة، يعني في أفرقة شكلت لنا خطورة وأفرقة كانت عادية يعني مستواها كان عادي، والحمد لله الله وفقنا وقدرنا نجيب البطولة. طبعا أهديتوا البطولة مثل ما قال عبد الله في الأسبوع الماضي إلى زميلكم وفقيد البحرين فقيد الشباب الراحل حسن الحريري رحمة الله عليه. شنو كان طبعا هذا الشيء مثل لكم من دافع أنك تبون تحققون البطولة عشان تهدونها لروح الفقيد؟ طبعا أخونا حسن حريري الله يرحمه توفى قبل مباراة النص نهائي، فدشينا بعزيمة أن نفوز عشانه، كان ويانا من بداية البطولة يعني، والحمد لله قدرنا نفوز نحقق البطولة، هاي أقل شيء نهدي ليه. طبعا رحم الله الفقيد تقمن رحب بالجنة إن شاء الله. طبعا ننتقل الآن إلى محمد أحمد صاحب هدف البطولة، شنو نقدر نقول عنك النقطة اللي تحولت في هالمباراة من أنكم مغلوبين بهدف في آخر 5 دقائق إلى أنك تكسب البطولة بفضل هدفك؟ شعور مميز أكيد راح يكون. أي أكيد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على المبالغة الطيبة. وإحنا يعني سيناريو المباراة كان عكس توقعاتنا، يعني أول مرة في البطولة نتأخر في النتيجة، دائما إحنا اللي نسجل الهدف الأول، وإم إيه جامعتي إم إيه سجلوا الجول ودفاعهم كان الصراحة مسكر، يعني ما في حل. ونفس ما قالوا اخواني يعني احنا اكثر شيء كنا نبي عقب كنا نبي نجيب البطولة حق الجامعة وحق اخونا حسن،
احنا كنا مسوين فنايل قبل المباراه وكذي، وما يصير نلبس الفنايل واحنا خاسرين يعني. صح اكيد. كنا نبي نهديها البطوله كتكريم بسيط بس. فكان عندكم دافع كبير. كان دافع الله. كبير يعني، وصيص الصراحه يعني احنا حتى لاخر دقيقه كنا نقاتل، سجلنا التعادل الحمد لله يعني اخر جول يعني ما صارت يعني توفقت فيها الحمد لله. طبعا مثل ما قال الكابتن محمود انت وفتره طويله تلعبون مع بعض، لكن الفريق راح يتغير الموسم الجاي، فاللي بيتمون في الجامعه اكيد راح تكون عليهم مسؤوليه انه يشكلون فريق يحافظ على اللقب الموسم الجاي. تقريبا 70% من الفريق اخر كورس ضمنهم انا يعني، واخر كورس في الجامعه حابين نسوي شيء حلو حق الجامعه. هم ما قصروا الصراحه، دكتور عبد الله الحواج ودكتور منصور العالي كل مباراه كانوا دائما متواجدين في الملعب، كلهم ما قصروا صراحه، يستاهلون هاي قليل في حقهم. يعطيك الف عافيه محمد. طبعا ننتقل لعبد الله حافظ. عبد الله الف مبروك البطوله، راح تواجد في الجامعه السنه الجايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك، ان شاء الله ان شاء الله بكون موجود في الجامعه. يعني انت اللي راح تكون مسؤول عن تشكيل الفريق ان شاء الله، وبتكون عين مسؤوليه كبيره طبعا بحكم ان احنا حاملين اللقب، فبتكون عين مسؤوليه اصعب، بس ان شاء الله الموجودين اللي بيعوضون اللاعبين اللي بيطلعون ان شاء الله قادها. شلون كان دعم الطلبه طلبه الجامعه لكم في هذه المباريات؟ والله دعمهم كان وايد حلو، طبعا حتى في الجامعه يعني كانوا يشجعوننا ويدعمونا، حتى على التواصل الاجتماعي يعني كانوا يحفزونا وايد، وقفتهم معنا حتى في الملعب كانت تشجعنا وتخلينا يعني نحاول نفوز قد ما نقدر. والحضور الجماهيري اللي كان في المباراه النهائيه والرابطه اللي كانت موجوده سوت اجواء حق النهائي نقدر نقول. اي والله يعني احنا كنا حابين ان تكون رابطه موجوده والجمهور موجود، يعني حتى ربعنا واهلنا تقريبا كانوا يجون يشجعونا، فهالشيء كان يعطينا دافع حافز ان احنا نفوز نحقق لهم هذه البطوله وما نضيع تعبهم وياتهم للملعب. يعطيك الف عافيه عبد الله، شكرا لكم جميعا على تواجدكم معنا. راح نرجع الان الى ضيوفنا على الطاوله الرئيسيه نور المطوع. طبعا في النهايه نقدر نقول شنو استعداداتكم الان للنسخه المقبله؟ قبل اتكلم عن استعداداتنا، في مبادره قدمتها اللجنه المنظمه العليا للبطوله برئاسه سعاده السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضه باطلاق اسم المرحوم حسن الحريري على جائزه افضل لاعب في البطوله. كانت مبادرة لاقت استحسان الجميع الطلبة المشاركين. الله يرحم الفقيد كان متواجد معنا في حفل القرعة، كان متواجد معنا في المباريات اللي يعني الأدوار التمهيدية، كان له دور كبير في وصول الأهلية إلى هذه البطولة. بنبتدي من أبريل إن شاء الله في الترتيبات لإقامة النسخة الثانية إن شاء الله، ولكن إحنا بدينا الحين في ترتيبات حفل الختام اللي بيكون في نهاية هذا الشهر إن شاء الله. حفل الختام بحضور جميع الجامعات المشاركة، جميع الفرق المشاركة من رؤساء الجامعات وغيرهم، وبتكون هناك مفاجآت وبتكون هناك جوائز جديدة بنعلن عنها إن شاء الله في الحفل. ما في سابق اليوم لك محمد. إذا عندي كلمة أخيرة، أبي أشكر كل الجامعات، أبي أشكر سعادة السيد هشام بن محمد الجودر على تكليفه لي لهذه المهمة في الفترة القصيرة، وإن شاء الله إحنا قمنا أدينا الواجب، ويسمحون لنا الطلاب اخواني الطلبه والطلبات على اي تقصير، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وحان الوقت الحين للجامعات ان تحط كريدت اي حق كل الطلبه والطالبات. وانا هذا السؤال اللي كنت بسال دكتور اسامه. دكتور الحين الطلاب ما شاء الله طلاب جامعه البحرين اللي تميزوا ويابوا هذه النتائج المميزه ويابوا البطولات، ينتظرون مثل ما نقول استفاده من وراء ترى. دكتور اسامه يقول ان شاء الله ما يسالوني هالسؤال، خايف يقول شيء يتورط مع الطلبه. ان شاء الله الجامعات كلهم بتعطي كريدت حق الطلبه. انتم شكلكم مع الطلبه يعني متضامنين اكيد مجهزين لي بالسؤال هذا حقيقه. والله احنا طلباتنا هم رصيدنا في الحقيقه، في كل الانشطه دائما يرفعون راسنا، سواء في التمثيل في تمثيل الجامعه في كل المحافل، يستحقون كل دعم منا احنا. تحدثوا حقيقه في خارج الاستوديو عن موضوع الكريدت. الكريدت هو يعني نظام جامعة البحرين طبقته، الطلاب كلهم يطلعون ويضحكون ينتظرون هاي الكلمة. كانت رائدة في هذا المشروع ويعني وتفتخر ان هي مؤسسة لهذا المشروع، وجامعات اخرى بدأت تتبنى مشروع الكريدت. إدارة الجامعة تعيد دراسته من اجل التطوير، وهذا شيء صحي حقيقة على اساس ان نحقق الاستفادة الاكبر من بعد ما احنا حقيقة نضع في قالب يحقق الفائدة للجميع، إن شاء الله بيكون متوفر لدى الطلبة. إنما
يعني كل الدعم في أي مجال آخر متوفر لهم حقيقة وهم يدرون في هذا الشيء. للأمانة سعادة رئيس الجامعة متابع أكيد. متابعة حقيقة شخصية وفردية حثيثة لهذه والله مجريات هذه الفعالية، والدليل على ذلك هو يعني أمس طلب مني إن إحنا نبدأ بدعوة الطلبة اللي شاركوا واللي حقيقة رفعوا رئيس الجامعة لتكريمهم تكريم شخصي من بعد ما الحفل الختامي يعني يعقد من قبل تحت رعاية سمو الشيخ ناصر يكون تكريم لهم خاص. يعني هذه يعكس مدى اهتمام الإدارة الجامعة بأي طلبة من طلبتها يحققون إنجاز للجامعة يعني. فهذه يعني ليس بقريب على الجامعة، ونطمن طلبتنا أن لهم حقيقة مبروك يا شباب عليكم بالعافية يا كريدت. أخي نوار كلمة أخيرة قبل الختام. إذا عندي كلمة أخيرة أحب أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعمه اللامحدود للشباب البحريني وعلى هذه المبادرة المتميزة في إطلاق دوري سموه الأول للجامعات، والشكر موصول لقناة البحرين الرياضية على دعمها لكل أنشطة وبرامج وفعاليات وزارة شؤون الشباب والرياضة. احنا كلنا نكمل بعض وان شاء الله ترقبوا المفاجآت في حفل الختام ان شاء الله. دكتور أسامة كلمة أخيرة قبل الختام. الحقيقة ايضا كلمة شكر، حقيقة اكثر من كلمة شكر اوجهها اولا لسمو راعي هذه البطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هذه التظاهرة الجميلة يعني والتي ليست غريبة عليه، والشكر كذلك موصول للجنة المنظمة برئاسة وزير الشباب سعادة الأستاذ هشام الجودر ونائب رئيس اللجنة أخونا العزيز نوار حقيقة على الجهد المتميز اللي لمسناه احنا، فعالية كبيرة وخرجت بنجاح باهر ودقة في التنظيم للأمانة نذكرها، وأنا ذكرت لها حقيقة هاي شهادة يعني بكل أمانة نوصل لهم إياها، ونتطلع حقيقة لجهد متميز في النسخ الأخرى. والشكر أيضا لإدارة جامعة البحرين ممثلة في حقيقة رئيس مجلس أمنائها سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد معالي النعيمي اللي هو موجه للجامعة في كل أنشطته ودعم لها، وسعادة رئيس الجامعة ذكرت أنا قبل شوي متابع لكل فعاليات الجامعة والفعاليات الطلابية، وأيضا لطلبتنا اللي هم شاركوا ورفعوا رأسنا في هذه الاحتفالية مشكورين شكرا جزيلا لكم جميعا، والطاقم الإداري والفني في الحقيقة أكيد. اللي كانوا وراء هذا الإنجاز في كل اللعبات يعني في لعبة السلة والطائرة والقدم وكذلك القدم كلهم الشكر موصول لهم، ولجماهيرنا الحلوين اللي كانوا حقيقة يعني علامة بارزة حقيقة في هذا النجاح أكيد. شكرا لكم انتم كذلك طبعا، والشكر لكم على تواجدكم معنا، وشكر جميعا لكل الطلاب والطالبات اللي تواجدوا في حلقه اليوم، وكذلك لمعد حلقه اليوم وايضا اللي واكب تغطيه بطوله دوري ناصر بن حمد للجامعات من اول يوم والى اليوم الختامي الزميل احمد محمد، شكرا لك. وصلنا معكم مشاهدينا الى ختام حلقه اليوم من برنامج الملعب، نلقاكم باكر ان شاء الله في حلقه جديده، مع السلامه.